أهلا بكم. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع موناكو الفرنسي بشأن ضم النجم اليافي كيليان مبابي إلى صفوفه. وحسب ماركا فإن الاتفاق بين الناديين قد تم بشأن انتقال مبابي إلى صفوف الملكي في صفقة ستبلغ قيمتها 160 مليون يورو وتصل بعد زيادات إلى 180 مليونا. وأكدت مصادر صحفية مدريدية أنه في حال تم الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة فإن الهداف مبابي سيوقع عقدا لستة مواسم مع بطل أوروبا، وقد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستحطم الأرقام القياسية في الأيام القليلة المقبلة. وعقب التوقيع عبر بنجامين مندي عن ثقته المطلقة في قدرته على تحقيق الإضافة المطلوبة لزملائه الجدد، معتبرا أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل من بين الدوريات الأوروبية. أعتقد أنني الشخص المناسب للمجموعة، فلدي قابلية للتكيف بسهولة، وهناك بعض اللاعبين الذين أعرفهم منذ بضع سنوات. فيما يتعلق بكرة القدم فلدي الكثير ويمكنني تقديم حلول مختلفة. أحب اللعب في خط الظهر وأحب مساعدة المهاجمين، وأنا على الدوام أعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل دوري في أوروبا. أحب العقلية الهجومية التي يتميز بها اللاعبون، وهو أمر ممتع للغاية. منذ أن كنت طفلا وأنا أحلم باللعب في البريمير ليج، لذلك سأبذل كل ما في وسعي للاستمتاع بكل دقيقة ولتقديم أفضل ما لدي.